مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم، نحن الان في معبر رفح في اليوم الثاني من ايام عمله استثنائيا. الان يتم مناداة اسماء الذين سيصعدون الى الحافله من الجوازات المصريه، ومن الاسماء التي ارجعت يوم امس هم يعني الان يتوجهون الى الحافله بعد ان كانت هذه الاسماء من التي بقيت من يوم امس. يعطيك العافيه حجه، على وين ان شاء الله متسهله؟ والله رايحين بدي اودي البنت على السويد. اللي كنت تستني تطلعي انت وياها؟ استنى لي سنتين. والله لي سنتين، مسجله من ابو خضره سنتين وعند المصريين سنه ونص. شايفه؟ بس الواحد بدوش يحكي وبدوش يفضحهم. ايش بصير وايش انا بدي اوديها، بس بدي اوصلها المطار وارجع، وصيحت الصياح لما قلت يا حالي. عشان اتعذبت لحظه بالله. الو. هذا نموذج من الحالات التي بإمكاننا أن نراها دائما في كل مرة نغطي فيها سفر الحالات من معبر رفح. الآن سيكون معنا مدير معبر رفح السيد هشام عدوان. سيد هشام يعطيك العافية، لو حدثتنا عن الأرقام التي سافرت وسير عمل المعبر في اليوم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ الإعلان عن فتح المعبر من يوم أمس تم مغادرة 8 حافلات، هي بواقع حافلتان للجوازات المصرية وثلاث حافلات للتنسيقات وثلاث حافلات للأسماء المسجلة على كشوف الهيئة، بواقع 585 مسافر تم مغادرتهم في يوم أمس. إلى الآن فتحت البوابة المصرية وتم مغادرة باص واحد هو يحمل الجوازات المصرية، ومن المتوقع أن يتم مغادرة الباص الثاني الذي يحمل الجوازات المصرية. صحيح، جوازات مصرية صحيح. ومن المنتظر أن تغادر الحافلة المرجعة من يوم أمس، حيث أن الحافلة الرابعة أرجعت من يوم أمس. ماذا عن الأسماء التي هي الآن موجودة لديكم في الكشوفات، خصوصا وأن ربما أيام عمل المعبر في هذا العام أفضل من العام الفائت، هل ساهم هذا في تحسين أعداد المنتظرين لديكم؟ نحن نتحدث عن إشارات إيجابية بخصوص هذا العام، حيث أنه تم فتح المعبر لأكثر من مرة منذ بداية العام، حوالي 4 أو 5 مرات، وكانت فترات الإغلاق فترات متقاربة ليست بالفترات الطويلة. نحن نأمل أن تزيد هذه الإيجابية ونبني عليها مستقبلا من حيث فتح المعبر بشكل دائم. أي نعم، هذه الفتحات تشكل نوعا ما تخفيفا عن بعض الكشوفات والأسماء المسجلة. الأسماء المسجلة تقريبا ما يقارب 28 ألف مسجل للسفر على كشوف الهيئة، وكما تعلمون هم مقسمون على عدة فئات، فئة المرضى والإقامات والزوجات العالقة وهكذا. وبالتالي نحن نأمل دائما وأبدا أن يتم فتح المعبر بشكل دائم ومستمر حتى نخفف عن كاهل شعبنا هذه المعاناة الدائمة. أشكرك جزيلا السيد هشام عدوان مدير معبر رفح. وإذا باستطاعتنا أن نرى أن هذه الحافلة الثانية وهي حافلة جوازات مصرية ستتوجه الآن إلى الحافلة بانتظار التوجه إلى بوابة المصرية، البوابة المصرية للخروج من قطاع غزة بعد مدة الانتظار الطويلة التي قضوها. هناك أعداد كبيرة من المنتظرين في هذه الصالة، وربما الآن نتوجه للحديث مع بعضهم. هذه السيدة ما زال لديها ما تقوله. سنتين مش حرام؟ حرام ولا مش سنتين حرام؟ كملت ما عرفتي تطلعي، يعني في ناس صرفت تطلع. سنتين اقسم لك بالله، سنتين ومن الجاله المصريه سنه ونص، واحنا قاعدين كل يوم معي جواز مصري. جواز مصري وما عرفتي تطلعي؟ ما عرفت اطلع. شايفه؟ بعيط عشان البنت. يما طب يحسوا، خلينا مش عارفه مش عارفه، استنى هنا رايح حالهم. بنت اهلها هناك وهي لحالها هنا؟ هناك وهذه لحالها، وانا بدي اطلع على الحج وبدي اوديها وما نعرف اوديها وما نعرف اطلعها. شفتيني يعني جيتيني وانا قاعده بصيح عشان البنت تطلع. كيف كانت مضي ايامها واهلها مش عندها؟ وش بدنا نساوي؟ فيش رحمه، انتزعت الرحمه من قلوب العرب واليهود والمسلمين وكل الدنيا انتزعت. والمفروض هذا المعبر يظل 24 ساعه للجميع، مش هذا ياكل كعك وهذا ياكل صرامي بدعنك. المفروض ينفتح المعبر، ليش بنسكر المعبر؟ اذا كان المديريه والعقده بدهم يقعدوا على الكراسي على حسابنا احنا، الله لا يوفقهم ولا يبارك لهم. ايش ذنبوا المعبر؟ سواء يمسكوا حماس ولا فتح ولا النيله ولا المصريين ولا كلهم،
كلهم زباله، هذول بدوروا على الكراسي. الله يعينك وان شاء الله يا ربي تروح بالسلامه. استطعتنا ان نرى كيف ان حاله غضب شديده تسيطر على من طال انتظارهم للخروج من معبر رفح. حجه يعطيك العافيه، على وين متسهله ان شاء الله؟ يرضى عليك ويستر عليك ويسعدك. طيب ايش بدنا نقول؟ بدنا نقول لا اله الا الله. انت وين ان شاء الله رايحه؟ ايه؟ وين رايحه؟ على القاهره والله. ايه؟ قديش لك بتستني؟ ايه؟ طلعت من ضرع على الساعة 3 لهبيت، وأنا في الشوارع وأنا ميتة وأحزام على وسطي وهمي وسوات رجوهم نعرف بس مع العشرة مرقوني. متى مسجلة؟ ايه؟ متى سجلت؟ وين سجلت؟ متى سجلت إنك تسافري؟ إلي سنة. سنة والله سنة. أنت ساكنة هناك ولا؟ في غزة. ساكنة في غزة؟ غزة. رايحة إيش علاج ولا؟ ايه؟ ليش رايحة علاج؟ أتعالج والله، غضاريف معايا. وهي الحزمة وسط الحديد وال سنة وأنت معاكي غضاريف ومش عارفة تطلعي، كيف صرتي بخلال هاي السنة؟ ربنا الله وقف ولاد الحلال. ما كده؟ الحمد لله، ألف سلامة إليك وإن شاء الله تروحي بسلامة. تفضلي. نحن حاصرين حالنا لحالنا. الله يفرجها يا ربي، شكرا جزيلا إليك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعطيك العافية، لوين إن شاء الله متسهلين؟ بإذن الله متسهلين، بدنا نجوز بنتنا في مصر إن شاء الله وربنا ييسر. متى سجلتوا تطلعوا؟ فوق السنة يعني الحمد لله رب العالمين. والله كرمنا الدور هذا الحمد لله، وأسمعنا هنا في الباص الأول ومش عارفة مش متأملين حتى الباص الأول يطلع. قلة الشغل هذه يعني. أنا مش عارفة إيش هالتقاصع اللي هم فيه يعني، وإيش اللي بيعملوا فيها الناس. حرام عليهم الدنيا رمضان. لا يا عروسة لسه بدي أوديها والله. ما إحنا ما إلنا إلا الدعاء. والاستغفار لعل الله يفك كربنا يا رب. احنا بنقول يا رب. شكرا جزيلا اليك، ان شاء الله تروح بالسلامه. طيب ممكن نتكلم مع طب خليني بس اسالك، اطفالك معاكي انت من اي ساعه بتستني؟ انا من الساعه 5 تقريبا في المعبر. من متى مسجله؟ يعني من شهر 2. شهر 2؟ اه. طيب العلاج. ابني بس انا مش حابه احكي يعني. انا بس بدي اسالك، هو خلال الفتره اللي استناها لينفتح المعبر وضعه الصحي كان مستقر ولا زاد ولا؟ زاد طبعا. يعني هلا مضطر لعمليه. كان ممكن يتعالج عادي. الف سلامه له. وفي هذه الساعات التي فيها هذا الجو الحار وفي أيضا يوم صيام مثل هذا اليوم، فإن الانتظار يبدو أكثر مرارة على المسافرين هنا في هذا المكان. حاج يعطيك العافية، وين إن شاء الله متسهل؟ والله أنا متسهل لجمهورية مصر العربية إن شاء الله، وبأمل من إخواننا. لا علاج للمرضى إن شاء الله للمستشفى. نعم إلي شخصي أنا، والله لي مدة طويلة يمكن ما يقارب 6-7 شهور أو أكثر ما بعد الحرب، كنت في انتظار للعلاج. نعم، فأنا أتأمل من الشعب المصري والحكومة المصرية أن تساهم في مساعدة الشعب الفلسطيني وأن تعطف عليه، لأنهم يدركون جيدا بأن الشعب الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الأمة المصرية، وكثير هنا موجود عائلات كلها من أساسها وتاريخها مصري. فنأمل من هذا الشعب العظيم والشعب المحترم اللي هو الشعب المصري بقيادته أن تساهم في فتح المعبر، لا أقول يوم أو يومين بل باستمرار، لأنه هو شريان الحياة الذي يتنفس منه الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، وهم الأمة العريقة التي وقفت مع الشعب الفلسطيني وأرجعت للشعب الفلسطيني قضيته عبر التاريخ من أيام جمال عبد الناصر رحمة الله عليه. فمصر جزء لا يتجزأ منه. روح بتتعالج بالسلامة، أشكرك جزيلا. وهذا المطلب نسمعه من الجميع، فتح أيام معبر رفح. فتح معبر رفح على مدار العام هو مطلب يؤكد أهل قطاع غزة بأنه حق لهم وواجب على الجيران المصريين الذين تربطهم بقطاع غزة روابط عديدة. هناك أكثر من 28 ألف
شخص ينتظرون في قطاع غزة السفر، وهم فقط الذين سجلوا للسفر عدا عن أولئك الذين مغلق التسجيل حتى الآن أمامهم وينتظرون أن يعني تقل الأعداد في هذه القائمة الطويلة جدا، أكثر من 28 ألف شخص ينتظرون السفر عدا عمن لم يتمكن من التسجيل في انتظار فتح التسجيل من جديد أمامهم. إذن الحافلة الثانية خرجت من معبر رفح، وخلال يوم العمل أمس تمكن أكثر من 500 مسافر أن يعودوا إلى أو أن يغادروا من قطاع غزة، وأكثر من 400 تمكنوا من العودة إليه. أغلقت أبواب المعبر بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وسمحت السلطات المصرية بإدخال حصمة وإسمنت ومواد بناء وخشب للقطاع الخاص لقطاع غزة. إذن سيبقى المعبر مفتوحا لخمسة أيام تستثني منها يوم الجمعة، سيغلق غدا ويعاد فتحه السبت والأحد والاثنين، خمسة أيام يثمنها أهل قطاع غزة عاليا، ولكنهم يقولون بأنه وفي ذات الوقت هناك مأساة كبيرة جدا لن تحلها أيام معدودات، ولكن يجب أن يفتح المعبر على الدوام. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، ونودعكم ففي أمان الله.